Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبايبي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، يلا نكمل محافظاتنا، محافظات 2020 السنة اللي فاتت واللي هنكمل فيها المحافظة الخامسة النهاردة، ودي محافظة المنوفية. بس قبل كل شيء صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف المحادثة كده. بولي بسمة and her American friend. يبقى هنا لازم أقرأ رأس السؤال كويس جدا. بسمة وصديقتها الأمريكية جين are talking about spring festival in Egypt. بيكلموا عن احتفال الربيع اللي هو شم النسيم في مصر. فجين بتقول لها can we go for a walk now بسمة، واحنا ممكن نتمشى يا بسمة. فبسمة قالت لها but we're getting ready for a more interesting thing. بتقول لها بس احنا بنستعد لحاجة مهمة اكتر. فسألتها سؤال، قالت لها the spring festival in Egypt، يعني احتفال الربيع في مصر. وسألتها سؤال هي بقى بسمة اللي بتسأل جين سؤال، قالت لها no I don't know its name what is it called. قالت لها شم النسيم. وبعدين كملت لها الكلام، قالت لها you look very happy talking about the special food you have at this festival where do you spend that festival، بتقضوها فين. فردت عليها طبعا تعالى بقى بتقول لها but we are getting ready for a more interesting thing. فأكيد هتقول لها what is it، تاني أكيد هتقول لها what is it، هو إيه يعني. قالت لها the spring festival in Egypt. وسألتها سؤال قالت لها no I don't know its name. يبقى كانت بتقول لها أكيد do، طبعا هنا طالما الإجابة بنو يبقى هسأل بالفعل المساعد بتاع اللي هو do وأي هتطلع يو. يبقى هقول لها do you know، يعني هل أنت تعرفي its name، هو أنت تعرفي اسمه إيه. تاني do you know its name، فقالت لها no I don't know its name، لا والله أنا معرفش اسمه إيه. فقالت لها شم النسيم خلاص. وبعدين كملت لها كلام، قالت لها you look very happy talking about the special food you have at this festival. لا انت شكلك ايه بتبقى مبسوطه قوي، انت مبسوطه قوي وانت بتتكلمي على السبيشال فود. فاكيد قالت لها ان انا بناكل طعام مميز فيه او طعام مخصوص فيه. اكيد هتقول لها we have special food at this festival، يعني بناكل طعام مخصوص في هذا المهرجان. تاني at this festival، في هذا المهرجان. طيب فبتقول لها you look very happy talking about the special food you have at this festival where do you spend that festival، بتقضوا فين. اكيد هتقول لها at the park. تاني at the park يعني في الحديقة. تعال نشوف كده situations. بقول write what you would say in each of the following situations. يا ترى هتقول ايه في المواقف دي. You want to buy a new computer. عايز تشتري كمبيوتر جديد. Ask your teacher for recommendation. طبعا هنا انت بتطلب توصيات من مدرس بنوع الكمبيوتر اللي المفروض انت عايز تشتريه. فقول له which computer، يعني which computer، اي يعني computer do you suggest، يعني انت بتقترح I should buy. Which computer do you suggest I should buy؟ يعني أي كمبيوتر بتقترح إن أنا أشتري. تعال نشوف number two. Will your father asks about the weather for the next week. Express uncertainty. خلي بالك uncertainty يعني عدم تأكد. فأنت ممكن تقول بقى it، طالما عدم تأكد يبقى it might be. It might be يعني ربما يكون، وجيب أي صفة للجو. It might be cold يعني ربما يكون بارد. تعال نشوف number three. Will your sister seems to have a problem. Offer help. طبعا اعرض المساعدة فهتقول لها can I help you. تاني can I help you يعني ممكن أساعدك. Do you want any help، هل تريد أي مساعدة. طيب تعال نشوف كده الباسج. بقولي a hobby is an activity that we enjoy. بقولي إن الهواية ده نشاط إحنا بنستمتع به. It brings us happiness، بيجلب لنا السعادة. And makes our life rich، وبتخلي حياتنا ثرية. It gives us something fun to do during our free time، بيجيب لنا شيء جميل نقدر نمارسه أثناء وقت الفراغ. And the chance to learn new skills، وكمان فرصة إن إحنا نتعلم مهارات جديدة. كلمة skills بمعنى مهارات. طب قولي we are very lucky to have so many different choices out there today. طبعا محظوظين ان احنا عندنا اختيارات كتير النهاردة. There are complete online websites، يعني في مواقع كاملة
أونلاين for hobbies للهوايات and interests والاهتمامات. The best way to start a new hobby is to try something new. أفضل طريقة إن أنا أجرب هواية جديدة هو إن أنا أجرب شيء جديد. The world is full of wonderful, exciting activities that we can choose and follow as our own. A list of hobbies can be long: reading, exercising, drawing, writing, singing, playing music, doing sports, and other things. Of course, all of us are not the same, so our interests and hobbies are different. طبعا احنا بنبقى مختلفين فاكيد برضو اهتماماتنا وهواياتنا هتكون مختلفة. But when we find a hobby, بس لما نلاقي هواية that we truly enjoy and love, يعني لما نلاقي هواية بالفعل بنحبها وبنستمتع بيها, it becomes part of our life, بتصبح جزء من حياتنا. يبقى لو بصينا ابتدي عايدة على ايه, اكيد عايدة على الهوبي, عايدة على الهواية. تعال نشوف كده الـ first question, بقولي why do we need a hobby in our life, يعني ليه احنا محتاجين هواية في حياتنا. يبقى حول الإجابة كده because, لأن الهواية دي يعني because it brings us happiness and makes our life rich, وبتخلي حياتنا ثرية. تعال نشوف السؤال التاني, بقولي what's the best way to start a new hobby, يعني أفضل طريقة تبدأ بها هواية جديدة. طبعا شكل ما قلنا the best way to start a new hobby is to try something new, وإنك تجرب شيء جديد. تعال نشوف السؤال التالت, بقولي what do you think a good title for this passage is, بقولي هو أفضل عنوان ممكن يكون للقطعة دي. طبعا ممكن انا اختار اكتر من عنوان, يعني ممكن اقول hobbies, وكلمة hobbies اللي هي الهوايات. ممكن اقول why we need hobbies, يعني ليه احنا محتاجين الهوايات. طبعا اي عنوان بختاره بيبقى صحيح ان شاء الله. طب اللي بعدها بقولي the underlined word skills means think that you can, طبعا قلنا skills دي يعني مهارة, ومهارة معناها شيء اقدر اعمله بشكل جيد, يبقى do well. اللي بعدها بقولي the pronoun it دي in the last sentence في اخر جملة refers to, قلنا يا جماعة refers to hobby, عايدة على الهواية. تعال نشوف بقى ال first question في reader, بقولي ginger, طبعا عارفين ان ginger often bit or kicked, دايما كانت بتعض وكمان بترفص. طيب تعال نشوف number 2, بقولي farmer gray, طبعا عارفين ان farmer gray was a good man and horse owner, وكان مالك خيول. طب تعال نشوف نمبر 3, بيقول جون مالي, طبعا عارفين ان جون مالي هو اللي طلع الخيول دي من النار, ولما قال لهم سيد come on my beautiful horses wake up please, طبعا قال لهم اصحوا يا خيول الجميله واطلعوا من فضلكم, وفعلا طلعوا معاه لانهم حسوا بالراحه. نمبر 4, بيقول جو جرين, طبعا عارفين ان جو جرين كان الهيلبر بتاع جون مالي, وطبعا عارفين ان هو في الاول learned to sweep the floor bring the food and wash the carriages, كان يتعلم ازاي يكنس الارضية وازاي يجلب الطعام للخيول وكمان ازاي يغسل العربات. تعال نشوف اول سؤال, بيقولي how do you think black beauty saved the square garden's life, بيقولي ازاي بتعتقد ان black beauty انقذ حياة square garden. طبعا when he didn't cross the broken bridge, طبعا لما ما عبرش الكوبري المقصود. تعال نشوف number 2, بولي what do you think the important needs of a horse are, طبعا هنا بيقولي في رأيك ايه هي الاحتياجات المهمة للحصان. طبعا شكل ما احنا قرينا وعرفنا ان الحصان محتاج good food, يعني طعام جيد, comfortable place يعني مكان مريح, good owner يعني مالك جيد, and kind treatment, kind treatment يعني معاملة طيبة أو معاملة لطيفة, kind treatment يعني معاملة طيبة. يبقى تاني من خلال قرايتنا للقصة عرفنا أن الحصان محتاج الحاجات المهمة دي اللي هي good food, comfortable place, والgood owner, وكمان الkind treatment. تعال نشوف يلا
تعال نشوف يلا الاختياري بتاعنا. بقولي when the wind blows the leaves on the trees، تقولي لما الرياح هبت أوراق الشجر أكيد tremble، وقلنا tremble هنا بمعنى shake. Number two بقولي can give all the answers to the difficult sums، طبعا هنا مين اللي بيقدر يدي كل الإجابات للمسائل الصعبة؟ ده genius اللي هو العبقري. طيب بقول الروبوتس كان بي سنت، والكلام ده يا جماعه احنا قلنا مبني مجهول لان فيرب تو بي تصريف ثالث مبني مجهول على طول. يبقى اذا الانسان الالي ممكن ان يرسل داخل ايه؟ places such as volcanoes for researches، طبعا الفولكانوز ده بقول عليه dangerous places. The next you can ايه؟ very well by controlling your muscles and breathing، طبعا هنا طالما هتتحكم في العضلات بتاعتك وكمان تتحكم في التنفس so you can balance. What's meant by balance? Number five are good places to play tennis when it's very cold outside. طبعا هنا بسميها indoor courts. Indoor courts اللي هي الملاعب الداخلية. اللي بعدها بقول most students get information from the internet. يعني معظم الطلبة بيجيبوا المعلومات من على الانترنت. And they of them read books or magazines. طبعا هنا الستودنتس جامع فما ينفعش اجيب معاها ماتش ولا ليس ولا ليتل، يبقى few of them. few of them. تعال نشوف كده بقول in Brazil، في البرازيل people play football everywhere. طبعا لما اقول استعمل is في جملة المضارع البسيط يعني بيقول لي ابنيها مجهول. يبقى اذا هبدأ بان Brazil عادي خالص يعني في البرازيل، بس هنا هبدأ بالمفعول اللي هو football اللي هو كرة الايه؟ القدم، وبعدين اجيب is، والتصريف الثالث من play هي played. So in Brazil football is played everywhere، يعني بتلعب في كل مكان. طبعا لو عايز اجيب people هجيب قبلها by. The next سلمى and مروة look very similar، يعني سلمى ومروة متشابهين تماما. I'm sure يعني انا متأكد they are sisters. طبعا بيقول لي استعمل must، طبعا عشان استعمل must يبقى هشيل I'm sure وابدأ ب they واقول they must be sisters، يعني هم اكيد اخواتي. يبقى اذا هقول دي عادي خالص، سلمى and مروة look very similar، they must be sisters يعني هم اكيد اخوات. تعال نشوف نمبر 3 بيقول could you arrive at the party on time yesterday evening، وانت قدرت توصل في الميعاد للحفله امبارح بالليل. طيب بيقول استعمل وير، معنى ان استعمل وير مكان كود يبقى هجيب معاها able to. يبقى اذا هبدا بوير عادي خالص واجيب يو وقبل الفعل بتاعي هجيب able to. So were you able to arrive، يعني هل انت كنت قادر انك توصل at the party on time yesterday evening، وحط علامه الاستفهام بتاعتي. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. ولا تنسى صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا لو ما كنتش فعلت الجرس انزل فعله، ولو ما كنتش اشتركت انزل اشترك عشان تكمل معنا بقية حل الامتحانات ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.